طاهرين، أعود إلى السيد المياحي معنا من بغداد. تحدثت عن يعني الكتلة النيابية يكلفها رئيس الجمهورية، الأكثر عددا في البرلمان يكلفها رئيس الجمهورية، ومن هنا ربما يأتي الإشكال الآن، من هي الكتلة النيابية دستوريا التي يحق لها يعني تشكيل الحكومة واختيار رئيس جديد للحكومة؟ هنا أيضا الإشكال بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان. يعني سيدي الكريم، قبل انسحاب التيار الصدري كانت وفق هذه الماده الدستوريه انه الكتله الاكثر عددا هو تحالف انقاذ وطن، لانه قاموا بتحالف ثلاثي، وهذا عندما تاتي بعدد الاصوات تجده يعني يسمح لهم ب يعني ترشيح رئيس وزراء، ولكن لا يسمح لهم بانتخاب رئيس الجمهوريه. لانه رئيس الجمهوريه قلت لك يحتاج ثلثي أصوات عدد البرلمان. أعضاء البرلمان. نعم، وبالتالي هم محتاجين إلى 220 صوت، مما ذهب به الإطار التنسيقي لتشكيل الثلث المعطل، بمعنى أنه منع أو حجب عدد الأصوات الذي يسمح له هذه المادة الدستورية. هذه هي المشكلة الأساسية، وليس الكتلة التي سوف يتم تكليفها يعني تشكيل الحكومة. إذن هي عملية تكاملية، وهذه العملية التكاملية جعلت من القوى السياسية وخاصة القوى السياسية الشيعية واهنة والضعيفة أمام الكتل السياسية الأخرى. ولكن الخلافات الشيعية الداخلية أيضا، خلافات في البيت الشيعي سيد المياحي، ربما هي أصل يعني أو انطلاقة على الأقل يعني الأزمة الآن بعدم توافق وقدرة الأحزاب الشيعية والبيت الشيعي الداخلي على إيجاد يعني توافق في الخلافات القائمة بينهما. نعم. نتحدث هنا عن الإطار التنسيقي والتيار الصدري. نعم، واضح جدا سيد الكريم أنه يعني اليوم العمل السياسي هو فن الممكن، والسياسة تعطي لمن يعطيها، ولكن عندما تكون أنت سياسي ماهر وتمتلك من الحمكة والذكاء، ولكنك مقيد بمواد دستورية تصبح هذا الذكاء وهذا الحمكة لا قيمة له. وبالتالي القوى الشيعية قيدت بالمادة يعني 70، لأن رئيس الجمهورية هو ليس من العرب السنة وليس من العرب الشيعة، ولكنه من الأخوة الأكراد، وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق أولا ما بين الحزبين الكرديين يعني والأحزاب الكردية الصغيرة، ومن ثم يأتوا مجتمعين إلى بغداد. وهذا ما لم يحصل حتى الآن. 22. نعم، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. وهذا ما لم يحصل. لذلك إذا كان هناك يعني وعي سياسي، إدراك سياسي، حتى لا نذهب إلى يعني حرب أهلية لا سمح الله، علينا أن يعني نفهم ونعيد صياغة هذه المواد الدستورية الثلاثة ونضع لها حلولا منطقية. ولكن قبل ذلك لابد من برلمان يعني منتخب، لابد من حكومة شرعية قائمة تدير يعني السلطة في البلاد، لابد من رئيس جمهورية أيضا منصب، وهذا ما لم يحصل. نعم، هناك فرصة سيد الكريم، الآن لا يوجد أحد خاسر أو رابح بالعمل السياسي، أنت تأتي للعمل السياسي حتى تقدم خدمة إلى بلدك ومناطقك وجماهيرك، هي ليس لعبة كرة القدم حتى أنت تفوز أو تخسر. وبالتالي على القوى السياسية بما فيهم التيار الصدري، نتحدث بشكل أكاديمي وتحدث بشكل وطني، لا أحد يريد تخريب الوطن ولا أحد يريد أن يدخل في قائمة الرابح والخاسر. نحن نقول هذه فرصة تاريخية أن نشكل حكومة لمدة فرصة تاريخية لتشكيل الحكومة، ولكن بأي شروط وتوافقات؟ سأعود إليك بهذه النقطة سيد أحمد المياحي، ابقى معي. يعود معنا الآن مراسلنا تحسين.